يسعد صباحكم مشاهدينا. موضوعنا اليوم عن حقن البوتوكس او حقن البوتوكس اللي هو العلاج الاكثر شيوعا في مجال الطب التجميلي في العالم، بيعطي شباب البشره، بيعمل ستوب مؤقت للتجاعيد المتحركه لانه بيرخي العضل. بس هل بنعرف وين بينحقن بالضبط وكيف نتعامل اذا لا قدر الله واجهنا اي خطا او مضاعفات؟ يسعدني هذا الصباح ان تكون معي دكتوره مالدا، اول دكتوره جربت عندها انا شخصيا البوتوكس. يسعد صباحك. صباح الورد هند، شكرا كثير على الاستضافه. يسعد صباحك دكتوره. اول شيء، شو النتائج لاي سيده اي رجل لما يحقنوا البوتوكس ممكن هم بينتظروها او لازم يحصلوا عليها؟ طبعا هلا هو البوتوكس كماده بيوقف حركه العضلات بشكل مؤقت. اكثر شيء بيفيد البوتوكس بانه بيرخي او بيزيل التجاعيد التعبيريه، يعني التجاعيد اللي بتنجم عن الحركه. فاكثر شيء بيرخي تجاعيد التكشير مثل هالمنطقه، والتجاعيد اللي حول العين، والتجاعيد لما ترفع الحاجب تظهر على منطقه الجبين. طيب دكتوره، في ناس بس بيروحوا عند دكاتره وبيعطوا يعني هيك وجههم وما بيعرفوا اماكن الصح للحقن، الطريقه الصحيحه لحقن البوتوكس. انا حابه اعرف وين الاماكن اللي لازم ينحقن فيها البوتوكس والمسموح فيها انه ينحقن. طيب هلا قبل كل شيء لازم نميز اذا ممكن انا حبت اليوم هلا قبل كل شيء بس في نقطه كثير مهمه، البوتوكس بنحقن جوات العضله نفسها وما بنحقن جوات التجاعيد. هي كثير نقطه مهمه لانه العالم ما بتدرك الفرق بين البوتوكس والفيلرز. الفيلرز بنحقنه جوا التجعيده لنعبيها، بينما البوتوكس بنحقنه بالعضله. طبعا مثل ما احنا شايفين هون المنطقه هي منطقه التكشيره، فبنحقن دائما بالعضلات يلي بتسبب التكشير، يلي هي العضله اللي هون بهي منطقه النص، وخاصه مش على الخطوط، مش على الخطوط، لا على العضله لنرخي العضله. فبهالمنطقه بالمنتصف واحيانا وخاصه عند الرجال بنشوف العضله بتكون مستمره بشكل سميك ومنطقه سميكه هون فوق الحاجب. بنحقنه كمان بهي العضله اللي هي العضله بنسميها العضله الجبهيه او الفرونتاليس لنروح التجاعيد يلي بالعرض، وبنحقنه حوالي العين لنتخلص من التجاعيد حول العين. طبعا هالتجاعيد كثير بتعطي عمر، خاصه عند الناس اللي بيكونوا اكسبريشن، يعني بيعملوا كثير اكسبريشن، بيكونوا هن الناس بتطلع لهم هنا مثل بودورانج هيك، مثل قشره البرتقال او البودورانج. بالفعل نحن هيدي اللي حكينا عنها بالقسم العلوي من الوجه، هي اكثر استخدامات البوتوكس شيوعا. بس البوتوكس له استخدامات كثير حلوه بمنطقه التشن او الدقن، نحقنها هون لنرخي الدقن ونعطيه جمال. كمان ممكن نحقنه هون بالمنطقه اللي تحت الانف مباشره لنخفف الابتسامه اللثويه. وهيدا الموضوع كثير بيساعد، خاصه الصبايا بتلاقيهم بيضحكوا ببين اسنانهم، اسنان كثير حلوه بس قسم كبير من اللثه. طب ليش في سيدات او اشخاص لما بيحقنوا البوتوكس بصير عندهم نظره بتعرفي انه حاقن بوتوكس، كانها تكشيره هيك، بتقولي يا ربي شو هذا، شو اللي عم بشوف؟ صحيح، هو هذا كثير له علاقه بالتكنيك. الاخطاء حقن البوتوكس لها علاقه بثلاث شغلات، اول شيء حقن العضله الغلط، لانه الوجه مثل ما بنعرف مؤلف من عده طبقات من العضلات. صحيح. فكتير مهم انه نعرف نحن اي عضله عم نحقن، مشان هيك كثير مهم انتقاء الدكتور او الطبيب اللي عنده خبره بهالموضوع. طب دكتوره، لما بيتبسم الفم بنشوف انه ناس مثلا بصير ابتسامتهم غلط، بصير مثلا الجفن نازل، الحاجب الجفن مرتخي او الحاجب نازل، وهي كلها اخطاء يمكن الواحد بيعمل له شوك ما بيعرف اذا بتتصحح ولا لا، كيف يكون يعني التعامل مع هذه الحالات؟ هلا الشيء اللي بيطمن بالبوتوكس او البوتولينيوم توكسين اللي هو انه شو ما صار معنا فهو متراجع ب 100% من الحالات. أوكي. طبعا هو باعتبار انه وجهنا هو احلى ما نملك ودائما العالم بتشوفنا، فلازم دائما نكون جدا جدا حريصين اثناء الحقن. طبعا الضحكه هي اجمل شيء والعين هو اجمل شيء بالوجه، فدائما كله الاخطاء هي اللي بتصير لها علاقه بالتكنيك او بتقنيه الحقن، لها علاقه غير مثل ما قلنا بالعضلات بالعمق. يعني مثلا بهالمنطقه اذا حقنا لنتخلص من التجاعيد اللي حول العين لازم نحقن بشكل سطحي، اذا حقنا عميق ممكن نروح لغير عضله هي اللي بتاثر على زاويه الفم، هنا بيبتسم الفم ابتسامه غير الابتسامه بتصير بتميل شوي. وحتى لما بنحقن بهالمنطقه هون لازم يكتمل الحقن بمنطقه المنتصف تماما هون، بس اذا رحنا شوي على الجنب ممكن ناثر على عضله ثانيه بتصير وقت نضحك تم بميل، لان هاي بتتوقف هاي العضله بصير بتشتغل العضله الثانيه، فبصير بيبين الخطا ممكن، او ممكن انه اذا تم حقن كميه كبيره من البوتوكس انتشر، او تم حقنه بشكل عميق اكثر مما يجب او سطحي اكثر مما يجب، ممكن يكون تم حقن عضله ثانيه. هي بس بحب
بنوع انه هي كلها اثار جانبيه، يعني اغلب الناس بنسبه كثير كبيره بيكونوا سعيدين بنتائج حقن البوتوكس وما بيصير عندهم اي مشاكل، لانه بيحس الواحد كانه البشره انشدت ورجعت شباب بطريقه جميله وسريعه اذا كان مع الدكتور الصحيح. طب مين الاشخاص اللي لا يسمح لهم بتاتا انه يلجأوا لحقن البوتوكس؟ اول شيء الاشخاص اللي عندهم امراض عصبيه، لانه هو البوتوكس بيرخي العضلات بس بيوقف تقريبا النقل العصبي بين الاعصاب والعضلات بطريقه مبسطه طبعا. فمشان هيك اي شخص عنده مرض عصبي لازم يسال الطبيب الاعصاب تبعه اذا هو مسموح له يعمل ولا ما يعمل بوتوكس. نمبر 2 اكيد السيدات الحوامل واللي عم بيرضعوا بشكل تام ممنوع البوتوكس عندهم. هلا في حالات بتترك لتقدير الطبيب، مثلا الاشخاص الاكبر بالعمر بصير عندهم رخاوي بسيطه بالجبهه، فبصير في عندهم الجفن المبطن مثلا، هدول الاشخاص اذا حقنا لهم بوتوكس ممكن يصير في عندهم ارتخاء او رخاوي بالاجفان، وممكن يصير عندهم بالعكس الصوره يعني قبل احلى كان، يعني الافضل نتجنب حقن البوتوكس عندهم، وهي الحالات تترك لتقدير الطبيب. دائما لما بنشوف البيفور والافتر يعني بنشوف النتائج كثير حلوه بنحبها كثير، بس سؤالي انه المعروف انه البوتوكس 15 مره بالعمر على حسب عمر الشخص وعلى حسب طبيعه البشره، المده بين كل حقنه او كل تريتمنت كم المفروض تكون؟ هلا ما لازم ننزل اقل من 3 شهور، لانه مع التكرار واذا عملنا جلسات بوتوكس قريبه من بعضها بصير الجسم بيعمل ريزيستنس للبوتوكس، بصير بتلاقي بنحقن البوتوكس وما في استجابه. الافريج هو 120 يوم يعني 4 اشهر، في ناس بضل عندهم 6 اشهر، سو من 4 ل 6 على حسب طبيعه العضل صح؟ على حسب عده امور، اول شيء النشاط الفيزيائي، يعني الاشخاص اللي بيروحوا على الجيم كثير وعندهم نشاط فيزيائي كثير بيكون عندهم الميتابوليزم او الاستقلاب عالي، فبالتالي جسمهم يعني بمعنى انه الجسم بتخلص من البوتوكس بشكل سريع، فبتلاقي حقنا البوتوكس بعد 3 أو 4 شهور اجوا صار بدهم بوتوكس مره ثانيه. اوكي. بعض الامراض مثلا مثل فرط نشاط الغده الدرقيه كمان في ناس بيروح عندهم البوتوكس بشكل اسرع. طبعا لها علاقه كمان، في ناس مثلا بيجوا بيقولوا نحن بدنا حركه خفيفه نضل بالحواجب، الاشخاص اللي بنحط بيضل عندهم حركه فالجسم كمان بتلاقي البوتوكس بيروح بشكل اسرع، مو مثل الاشخاص اللي بنحط لهم دوز عالي وبالتالي بيكون في عدم حركه بالحواجب وبالتالي بيضل لفتره اطول. ما بينمل من حكيك، يعطيكي الف عافيه. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لك. وما شاء الله عليكم ما بتحتاجوا بوتوكس. والله هي احنا نشكرك ونشكر الدكتوره هند. احنا بما ان اليوم موضوعنا على الطاقه السلبيه، كل انسان ممكن تمر عليه افكار سلبيه، كيف تعاملين مع هذه الافكار؟ أكيد كلنا بنمر من مراحل يعني عندك سميتش، بس أنا من الناس اللي بيشجعوا إنه الشخص يكون بيطبطب على نفسه وبيكون سعيد مع نفسه من جوا، فكل ما كنت سعيد مع نفسك المراحل السلبية بتمر هيك، لأنك بترجع لطاقتك اللي أنت بتشتغل عليها. نعم. بتبنيها. نعم. يوم بعد يوم. والله بعض الأحيان ما تفيد يعني. دكتورة في عندك حكي يبدو لي السلبية ولا؟ الطاقة السلبية دائما الجمال بيكون بيساعدنا لما نكون جميلين وعم نلمع انه نتخلص على الطاقة السلبية، خاصة لما نكون جميلين من جوا خلاص الجمال بداخل. شكرا لكم.